وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن باكنا دي قواردا وحا سيدو كلا قريه رويال كوحيران حرومه وحبر الشدا يا عاسماتكا وحا عجيبها ينقفكي قري قدنايا اي سنجرين باسنتج اما قيمة قارها اولا وحيرا يو بل سوو اسكبحنا يا وحي وقاوودو وحي ففاهين انتاس دار كلا حرير نبرد هشدا كموغضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضانا رئيس الوزارها حمزة يوفد جيسا علوس وعلوس وعدو وضياشا أوميدا سوماليا دبل في جوت مرلا وادي مرسحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جا وسوق قابين هذا ما كان مش التاجر نور محولة الله وده غدان جراني وده مينا لكن مركب مش هذا مين هو وسي ده رئيسنا مركب مشارك نسوق رو يعني هو سوق رام هذا زوانير هلا يعني إن شاء الله مركب أنا مجا إيجو ويعقوب عدو كنو عيالي ده أنا ملا يا ليه مصدورين كونستنسيا أما كابتن مارتا وقوي برلي مصدور أنا كان حبت أجري، هذا كان إيمش اللي جوانا، مركا تان قطعت هالسعة وإسم رئيس إن شاء الله، مركا برشوا عن صورة دوادة إن شاء الله دولا يرادو، أنا حرا وركي ناقص وكولا وكلمة، وأمد كوا دورتا، قبتن سومالي ذا إيمش جوكتو، إلى هنا حفدي هم نقالي إن شاء الله، محلية هاي حتى كهر محل عداي نمتوج وبرد اللي لورها بعض، مركي برد دبل أحسيال لو بردن عليه وسكمل هذي. سيكو سوكو شيء محاكو راحكين أنا يقول مولي بيرت أكتاد مرحي يعد دبيل ماشي قصر أحطورت مركا جيبكي بالفيري سبور بالاوتاك مركا سأل لها دواهم كاسا سور أحطور مدهي سبور كان نمحا ماشي جيه كان عايز بيدينها أيو قواتين متاسوا يبدح مركا هذا محانو مليا سوماري ماشي تكتو ويقام ستا لكن ودن كليئة وعدين مارتا history ad virus the true definition of a nation وميل دادكا اي كسمين أف لكن دين نوعه لكن ومشى إلا ما تسمح لنا مركز جيب كان سبب كجرو ونيكي وده هاي تنا السويدين هوا تاس سؤالش عن سبب ولا من السويدين كده يعني محاول وده كائن هو يا كرام كتري كان ناسفة من نمدي ولا من نمدي يطول نمدي أمسو إن شاء الله دولا يرا مثل لبعض عليه هاي عليه شيء
أنا يستر كم سيف أنا ولدي بابطة كم حمر إياه مقتشي سواك على كاسيني كليين أنا أنا رجع بطة كم ويلي متين هذا كده ما تيجي دون إن شاء الله بلاينا مركب حلية هاي هذا كور إنه علماء جري أو من برسوق تاجنا جمعة قط بينه قط بعد آخرين هاي أي مرة تدباش نقول متشي نيزه يكسر نيف كي مات مركب سوقا وركي قال سوق مركب وركي قال أو صوب حي وقالوا فريستو وركي مغربي ولا وشيء تنقول يا تو أبو جري كربي وكاه جري ماشي وكاه جري مركو كه جري ومقالك العادي صدنا صنع فرنا صنع مغنا مركو صور لعبتي أو هتل بوهر وصوف ريستي أو شاء وكتر بعد يلا بقبل ورا صور إنسان هاي بمغنا وقبل هذا قبل بعد لك مقاس أنا أدرس ده أنا أدرس سنة كشاف ومن بركي مركو بال أنكن دستوكن دستوكن أنا هجاجيني إنه نجح الله إن شاء الله سومالي أنا الله كيد أنا الله السلام عليكم أمبسادا جبريل تبكي صومالي وين تقول لي انت فضيله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما شاء الله ما انت وحي شرفي انا سيدورتو مشمو عاد شيغي مغعيك وحواي محمد عبد القير حلبانك لغا سو دورتي ديغانك لفي لفي وحي كوتا لا كاونتي كمانديرا وحن بودا الله ني صومالي رنتي وحي هذا الهوري الله هذي وحي امان هوري الله شيغي طوقي ماشان كيس تاعي وحده هاي وارمي يصير ما قاعد كاهرة مرجع حتى الرئيس الوزراء يوم مدحونا صومالي حتى أنت يل أص حلك هاي سين أرتو ور وين كهرب معايا لتعرق لك الشك هاي هيا ذكر أنت كش قيسين بدال كنا جالس جلسين وحكمت الدين عفيس كودن كا هوبكي عن غبتين كهوبكي إست أفريقيا أسبوع بيرتين دستور كعصب أو حتى أسماريسن أو إنت عندك أنجليسين مركا إنت أسباب يكون فيلم بورت لكن شغل بدن وين دمن تاي إيرلاينسي أنا إجا وحن فرصة ويا شيء أنا اللي منك بقول عليه حليبانة بشي حتى رمضان كي صوم كي إنت صوم ما عندكنا رنتي نمك بقول عليه وحن كده رجلي ونو شيء جاي وحن ده مدرحة نمد عن ماشي عن كهنة waxaa qiimo kale oo ka arkay Soomaali maxay yeeri anaga meeshan madaxweynaan arka maanta dadad waa inta appointment oo taas bukareys anaga oo saddex xilibaan aan inta ka tagnay galabti aan tagnay waxaan la afurnay speaker baarlamaanka maanta ku xigtay galabki waxaan la kulanay waxa sharaf noo ahayd markii uu horeysay ahayd madaxweynaha Soomaali madaxweynuhu huru oo naga ilaalinaya waxa kale fadhiisina wax baa arag jiray ruuto madaxweynaha Soomaaliya shaqti taariikhii oo afkeena waxa ku sheekaysanay sharaf weyn bay noo heed runti anagu asaga la hadlihayna ayaanu ugu eedamay meesha ayaa qof kasta ku weysaystay timir ba meesha noo wala keenay runti inta sharaf weyn bay noo heed waxa sharaf kale noo sii heed isla habeenkii ciidee waxa marti qaad oo afur ee noo fidi walaalkeen raisul wasaaraha meeshan fadhi xamsa ayaa meesha aan ka soo afurnay war laba beri baan joognay labada beri gudahood ayaan saddexdii madaxdeed ku kulurnay maasha allah intaas oo waxay noo ahayd xishmad weyn aan badan bay noo ahayd raisul wasaaraha taasna waan kiiga mahadcelinayaa ninkan walaalkeen oo jibriil runtii سند كان أرث الدولة السوق كشي priority رئيس مع وزير قاعد أنت كهل لاي رمت يصير هو حلي غضب ياش وتعبناي مش إجزاك تلك هاد وكل سعد أنا ك ما أنت وحن فرصة تهلني هبيك أنت إلى طبعا وزير عن لا أفرنا رمت دت كاز بلانك أيوة هاي عن سومالي هذي فرصة أيكو سب غريان لسي رمت سومالي ملوين أي تجيسا مكانك أنا كرباني أهني نكان ورالك إنه سفير كي انت كاهنا ساي نو شيغينا تشيرمان كي فايس تشيغي او اسلي بزنس وانين كي حد اسكو حريرين هاي سومالي حد مركو اسكو جوغو بارلمان كي حرير بوللي ام بي كست نمبر وكو هاي والله الله وحي ورالك غاسة تندد كي بورا غسارن سفي عم بونو حريريا وطن سفي عم بوسكو هاي واما غشدد كي وانا كان انت نو جوغي خير الله سيانا كورتو موشيمو اغان يوسف أنا توبان سنة مع سيتي ولا مالا ده هميشان كاونتي كان كشقيني نين كان بانك عيارو صويرا هاي
كرسي كل مسكاغا بيحي دونا سامولا هاي نيكي نمالو سعد المركز هيك باما دارا كون نغطي كرسي كسالة مرقا ركان وحامدا عارينا نسيب بضان باتحي محايا لعنك كل ما لاحدة سوماليدة انت ايه او أساقا ايان مركان ميشان اين جوغنا نيروبي اين جوغنا أسا جيمان نوعه أساقا ايا حريريها نوعه أساقين وحاندا وروحا ساي ستعداد قرب ايه او ورالي ايه او اسلي بيسنس لدونا ورحي باستوري هاي ايا ساي ستا محايا لمرتقات كستا او ميشان مدا حتى كسو دعيل هاي نمكان ايا سودقين قيل الله سي حروض الاله وبركيه ايك ايا شقب بضنو هاي ورقة هادان صدمه مركان بارلمان كي ما صومالي كي ما دانوت مان تي وريسات مركز الوزارة هبين كي عن لا فريني وروحان راي تيكت كي مركز ليه قوينا وحال ليه دهي مهل مقدشو الله دهان ادينا حال ليه ده ومركان سيوتي كي بحمرنا لشيه ها هاني وحان راي حمر تان اي مقدشو لابا ما قالوك على عمرينا مركز رنتي مركان ما ذنب مركان صاحبيال كي واي ويدين هذا كهرو ayaanin rebadiye mama yarani sheega nin rebadiye magaali maada soo rafaadsan soo rafaadi soo lugay ayas magaali maade markaas ameegyo magaayo ka soo dhaacay gibr meesha noo gaari oo qatar heshe raashin meesha noo halsi kurfulki wakiil ah laga dhiga horta inta briiski loo dhicin markaas la weydiyo la dhahay war magaalada iski imaadi ka waran war waxaas dhahay magala maxan ka warramaa horta raashiin geemintaas u dhicin kurfulka ayaa laga dhirgaayaa asra marka nimigaan walaalay markay weydiyeen warar Soomaali bad Muqdisho tagtay ka warran waxaan dhahay magaalada baaroon arkin mar rayisul wasaare la soo afur mar isbika la afur mar madaxweyne soo salaasan u lahayba waa soo noqdaan aan magaalada warba kama haa marka waa maatantiin qeyr allah si no soo dhawaaw Soomaali ha noolaa runti sheeli anaka mada rayisul wasaare iyo waqtiga hoggaamina ii anaka madaxdi laga soo doortay Soomaalida meeshan waxaan martiqaad noo fidi madaxweynaha ku xigeenka wadankan meesha ayaynu ku kala saxdeen wala shaqeyn wanaag labada wadan anaka garab aan u ahanay sida walaalkeen Sheekh Waad sheegay anaka oo hoggaaminaya walaalkeen Yusuf maalintii xadgudub ay ku sameeyay Ethiopia meel kasta Soomaalida kasto inta joogta ama madax ama culuma ama dadkii business kulli way listaagee Soomaalida ila hata anaga meerishaad lagu caba baarlamaankan Allah waraadiga ma Soomaaliya ka imaadeen aan Allah marka runtii saad bangarabii u ahnay aan isku xirnaan insha Allah war xariir kan saana nooga salaam aleykum warahmatullahi wabarakatuh wasiirada Soomaali xilibanada Soomaali iyo dhamaan umada Soomaaliye meesha isku maatay salaam aleykum warahmatullahi wabarakatuh mid oo hore rayisul wasaare وأنا أنا 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 ومدن ماشان أعرقت الصومالي ده ماشي فرده برنوا كينيانس برنوا صوماليس ويسكون حق اسمتي صومالي دي صومالي دي ومد صومالي ده حي مركي كينيا مات ما انت هاد عاوة for the purpose of this function انتي نن ماشي فرده وحاتين في صومالي انت نن حل بانده انت جوتنا صومالي دي كينيا بانده ساسوا قوسن مرك هاي السفه انه وفوا هذا كان كوهم وحنا لاحظ ما حنسا اولي وحنا ان اني كان لاحظ ودن كان صومالي صوتن سنو حتى الدوله دان ان كان الدوله دو قوا لكن ابو بسنه 1991 يلا سوق حي كينيا وي ماتين انغنا وين يوصل لوين حتى وان كفر حسن هاي مدحدي الصوماليه انت كورت هلن inay aqoonsadeen Soomaalida Kenya inay si fiican u soo dhaweeyeen ay walaalno noqdeen taas anaga farxad weyn baynoo tahay maxay ninka walaalka ku yiri waas anaga maana moodi inaan saan noqotin inaan dibeynaad u malaynaysin
marka waan ku faraxsanahay hordina aqoontaasna aqoonsateen garab baan ninahay Soomaaliya Kenya Soomaaliya waa inay ogaato waddankan Kenya la dhaho inuu waddankii labaad oo Soomaalida meel joogto uu yahay inay ka dadaasho maadaama waddankan kale Soomaaliya uu dhibaato qabo oo weli culays saaran inay ka dadaasho nabadgelyada waddankan ee Kenya wax dhibaato u keenaya Kenya maxay leeyahay Soomaaliya waddankan dhaqaalaha ku haysta ummadii Soomaali la dhahay ma maleenaysin 38% oo magaalada Nairobi waxaan leeyahay dhaqaalaha Nairobi ee ku nooshay 38% laakiin ma taa sidaas macnaheedu waxa tusaysa dhaqaalihiin iyo xoolihiin oo idin intee joogta wasiirka hadda wuxuu yiri khilaaf ka dhaco meeshan dan ugu ma jirto inikana dan ugu ma jirto anaga Kenyaanka dan ugu ma jirto ina ilaalino dhibaatada meesha jirto dawladdiina waa inay dhismato madaxdiina waa inay ka dambeysiin Soomaaliya dadin Soomaali laba shay ee buu unfortunately Soomaali laba shay ee ku heshiisa ee isku raacda qabiil iyo yaa dagaal markii la dhaw Soomaali si wax loo bunbunin sawu ubaysiisin maanta dil Soomaali wax isku dagaali wax shay yar hebel wuxuu yiri qoyskeena waxa ma aha inta galiba laga yaabo inay Soomaali isku dagaasho qabiilka ay ku baaqayso ayaan dhawayd barar waxa ka dhacay dad yar ba Kenya iyo Soomaali dhex martay laakiin bunbuniska meesha Soomaalida ay sameeyeen dhaantada qaadeen heesaha beesheen Soomaalida ku jireen dibadda ilaa Yurub iyo Ameerika waxa bunbunis ay sameeyeen waxa dan ugu ma jirto aan isku samarno anaga Kenyaanka madaxda waa garanaysan Kenya meesha Soomaalida jirjeeyay ahaan jirtay waxaan ku soo gaarnay meeshan samar aan u samarnay waddanka ee Itoobiya samar aan u samarnay ku soo gaarnay maanta Soomaali Kenya meel walba madaxda ka tii maxay ku heshay samarkaas ee Itoobiya haddii aan samar lahayn aan dhaynaan aan dhilayn dagaal kalaan bilaabayna Kenya waan ka baxayna meeshan maana soo gaareen maanta waxaan naga baryayna ummada Soomaali madaxdina jid aan garab u noqdo waddankiina u heliya waddankiina garab u noqdo meeshaas meel ku gaar adduunkan meeshan laba shay baa lagu tartamay maanta adduunka joog qori ma aha maxaa lagu tartamaya cilmi iyo ganacsi waxbarasho iyo ganacsi labada shay baa lagu tartamaya adduunka maanta joog ciirigaad Soomaaliya maanta sallay labada shay baa lagu tartamaya Soomaali waxaan garan waayay ina fuliyal tihiin ina misina daacad ahayn waddankiin ina daacad u ahayn misina fuliyal tihiin sababta ay tahay niman yar dhalinyar oo waxba aan tacliin mise wax aan aqoonin military aan ahayn waxba baranin yaa waddankii odol haystaan ma daacad ba tihiin mise nimankaas ka cabsuleysi aniga waxaan ahay Soomaali waxay geesinimo isku sheegaysay inuu geesinimadooda afka u yihiin kulligin afleetiin maxay hadda geesi aan leedahay nimankaasi to waddankii nagu ma jiri lahayn maanta waa ka soo saari leena assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh laga doortay Mandera East ama Mandera Town waa magaalada kaliya oo saddex wadan isu keentay waay Kenya ma garanay Soomaaliya in laga helay magaalo saddex wadan isu keenay Ethiopia iyo Kenya iyo Soomaaliya halka magaalo isu keentay waxa la dhaha Mandera Town it is called the triangle marka xuduud ilaa iyo 180 km ayaa la leenahay Soomaaliya Mandera County marka la yiraahdo Soomaaliya ilmaha ka imaada Mandera ay ka akhristaan dadka wax ku soo noqdo Mandera laga daweeyaa aniga marka MB waxaan u ahay Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Kenya xariirkayna waa wanaagsan yahay Masha Allah waxyaalo yar yar oo cilado waa iska jiraan oo maalin dhaw markii aan Mandera tagay dacwo yar lay soo jooday madaxda ayaan kala hadli doonaa marmar rasaas iska socota ayaa Mandera lagu soo dhaxduura waqti badan ayay maartay dadku waxyaalo ku noqdeen taa waxa way national government oo Soomaaliya ayaan kala hadli doonaa sababteeda ciidanka waxa la leeyahay waxay maartay answerable u yihiin ama ay amar ka qaataan dawladda dhexe dawladda Jubaland kama qaataan sida la sheegay marka arinta ku leey waa arin aan u sheegay prime ministerka iyo madaxda kale I understand the defense minister is also here he has not been mentioned by anyone wasiirka difaaca Soomaaliya waa fadhiya dadka badan inay aqoonin aan filaa
مركا إن شاء الله مش وقف في عناد دولار إنت أكو شيء لأنه وافدنا دتك على رصاص تمدير أكو سطورة وحريك علينا إن شاء الله وحر بقى إن تشكك قبطان أدور إن بتنقص وحكلوا إن شيء جاية أننا ما دام أن هن البيض لك سطورة وقوي بري سومالي دمانت أيام مرت البي ونحن سومالي مشان هذا دتو حد مقلي سنو ما حد علنا أنا ركينيا لكن أنا وحن ما حد وين علنا سومالي ذكي ما دي سوماليا صوت أنا وعلنا وحواي أنجو وحن أون مشان كأخر سنجري أيدو إسلي أي بارك أيهين almost 70% هذا بارك إذا ما لو مساجد أنجا سومالي وحيد هذا بيف اللي كوس عدا ياك عزوما سومالي سومالي كي ما دي يا سومالي كينيا ويك عيان ويل بعيان مركو وانو ما هاد علينا إن شاء الله وإلهها بركة لنا هاي هادنا ميل والبواي قارتي سومالي إلا باكلانس ساوتسي ويسلانس ميل كست سومالي وهي قبصة مركو سومالي مرتكو ما هاد دولة كينيا مدحوينها ويليام ساموي عرب روتو مدحوينها أنجعلنا هاي أو كينيا وحادكو آميني جاكيالك أقوم مهم سناي سومالي أيادكو آميني هادي ما أنت ديفنس منستر أنا نولو ديبي هادي ما أرتي ونكي هوين ما أنت دادك التباشي اللي راد أما نيس وصومالي ديبتي أجيك ما أرتي بوليس وصومالي وإيفا تزوما نكي هوين سي أي دي وصومالي مركا عيدا كيب هادا لقوقا عميني أما أمني قوتك وادريمي كرتا ماش أنك جوبنا ودك كينيا مركا إن شاء الله وحان ربنا حرير كينيا إي صوماليا إلا حقاجي ودن كان والله ودن أو إسلام دشي أو سكوي سكو عبهوا وعن كفر أحسننا هنا سوماليا سوقشة إست أفريكا إست أفريكا وحاوا إيميل وقت بدن أي ودمها جيرامها أي كجرين لكن سوماليا كمد ما يهين هذا لكن سوماليا وكمد ماشى أصلا وماشى إست أفريكا لغة تشتى مركب وحان جعلنا هاي إن شاء الله وحدود كان دير أو كسو بلاود بي بي ون إلا إي كيونغا oo Soomaaliya iyo Kenya ay xuduud ka yihiin in dawladda Soomaaliya iyo Kenya labadaba ay u istaagaan oo la hagaajiyo amnigeeda la hagaajiyo ayaan rabnaa insha Allah way idinkana ka shaqeeyaan anagana waan ka shaqeynaynaa insha Allah waxaan hadda waxaan u sheegnay maalin dhaweyd aniga madaxweyne ku xigeenka iyo maartii aan tagni madeera waxaan ku wada hadalnay in xuduudka la furo xuduudka Soomaaliya iyo Kenya si official la uma furo madaxweynuhu urkiisa insha Allah madaxweynaha William Ruto mar dhaw uu tagi doonaa waqooyi bari dawladda Soomaaliya kulli waxa kisoo qayb gal doonta afsan filay xuduudka in la furo oo maartii madaxweynaha iyo prime ministerka arinta ay ka qayb qaataan oo dadka businesska la soo furo ayaan ka codsanayna maxaa kale ku codsanayna anaga Nairobi ilaa Mandera waxa way 1100 km laakiin Muqdisho iyo Mandera waa 500 km waxaanu caasa alaabta laga isticmaalo Mandera waxay ka imaadaa Muqdisho مادام سيدا أي تاي أو دولة الصومالية أنا ما تلو أقول لي هاي مال جيلين إن الدول ده بانكو عطسان جيت ككسوة بحمقتشو إلا يبرعوا إن تاجسان وحي مع وحي مارت أنفعي سال لبده والدمبا ريفنيجو أما حولها صقلا أما تقالها إن يكروهات حرير كان ويا هاجنيسا مارك إن شاء الله وما هتنتهين وكفر أحسن هاي دولة ده حسن شيب إيو مارت برايم مينستر حمزة aniga waxaan ka mid ah dadka soonki aad afur wanaag badan aad u hagaajin prime minister hamza asaga iyo wasiirii far badan aan arkay meeshan wasiirinta qarkood keenay ay ku dhashay xagga anagu aragnay anaga waxaan dhahay qarkay markaan inta ka baxna Soomaaliya u raadsanayna shaqo Soomaaliya uma baahna passport Soomaaliya uma baahna ID Soomaaliya wajiga ayaa passport ay soo saartma marka insha Allah waa mahadsantihiin khayr Allah insi dawladda Soomaaliya han noolaato dawladda Kenya han noolaato برايم مينستر حمزة هنولا إن شاء الله دو هذا لبسنا يكون دو إنسان فيلا برايم مينستر يارك إما دحوينا وإسقف الجيران ها إسقف له خلاف أي أحد حدا لجري مر والبا لكن هذا النظام كي يوصل الشقين هايان مدحوينا هي برايم مينستر جه سيدا أن هذا تقول لما يستان أنا جرب حكي شقيني نا وما الجلني نا إن أتصور لابطان أتصور لابطان أتصور لابطان وحنو ما هاد علينا يا نك ما أنت أمباس داعي أو ماشان جوجو وحرير كسب في عروها جاجين هاي لبضة وطن أمباس دا شغلي سمحيتاي وإن
diplomatic relations uu si fiican u hagaajiyay labada wadan ee runti jabriil shaqo badan ayuu ka wada meeshan ee wuxuu la shaqeynayaa business business community iyo dadka siyaasiinta Soomaalida la soo doortay iyo maartii MP ga ina Yusuf Haaji amin Yusuf Hassan oo anaga dhamaantay chairman noo ah marka insha Allah xariirkaana si wad dawladana insha Allah labadaba isla keenna waxaan jecelnahay in sida maartii dad badan oo walaalahay ay hore u sheegeen ninkii dhahay hadda ku horo ninkii qaadi heesta wuxuu yiri madaxweyne kulli dhaha markasul yaqiin lil quraan al kariim wa ulumihi مركزتو كلامودان مركزك يقين معناها بكجرو وامضل الله ما هذا شيء وماشى ضربتين مدوه السجيسين مولا يدن كسمه ما شاء الله لها مركزك يقين ونيروبي كي يلا وحب برشدة وجيسين يا إنه أسر كردي قيبا لينها الله جبر تحفظن القرآن الكريم كه هنقد عربي جي سوماليكا كسيحدة عربكا تفسير القرآن الكريم كه دعوينكا أحاديثه يمتون تي كلا سيد فقيقة وعفا فاهمين تاسير الكلا حرير نبرد شاشة كم موضة